اليوم سنتكلم عن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حاز على دوري أبطال أوروبا لهذه السنة مع نادي ريال مدريد، وقد قاد منتخب بلاده في بطولة كأس العالم للدور 16. ولا يقتصر عشق هذا اللاعب فقط على كرة القدم، بل وامتلاك السيارات الرياضية الفارهة والفخمة أيضا. واليوم سنعرض لكم أبرز سيارات اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو. أولا، أودي RS7. أهدت أودي للسيارات الألمانية الراعي الرسمي لريال مدريد سياراتها للاعبي الفريق، وقد اختار كريستيانو رونالدو أودي RS7 التي تعد من أسرع سيارات ذات 4 أبواب. وتبلغ قوة هذه السيارة ذات 8 أسطوانات سعة 4 لتر مع شاحن توربيني مزدوج 500 حصان و 700 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتسارع هذه السيارة من 0 إلى 100 في غضون 3.9 ثواني. ويبلغ سعر هذه السيارة 548,900 درهم إماراتي. ثانيا، بوغاتي تشيرون. أكد كريستيانو رونالدو إضافة بوغاتي تشيرون إلى مجموعته الرائعة من السيارات في مقطع فيديو نشره على الإنستغرام. وتستخدم بوغاتي تشيرون نفس محرك W16 مثل فيرون، فتنتج الشركة 1500 حصان من محرك W16 سعة 8 لترات، أعيد تصميمه بالكامل لتعزيز الطاقة بنسبة 25%، ليبلغ تسارع هذه السيارة من 0 إلى 100 2.5 ثواني. ويبلغ سعر هذه السيارة 9,975,000 درهم إماراتي. ثالثا، لامبورغيني أفنتادور. تنتج الشركة 690 حصان من محرك V12 سعة 6.5 لتر و 690 نيوتن متر من عزم الدوران، ويبلغ تسارع هذه السيارة الخارقة من 0 إلى 100 3 ثواني. ويبلغ سعر هذه السيارة 1,990,000 درهم إماراتي. رابعا، فراري F12 TDF. نشر رونالدو على موقعه صورة بجانب سيارته الجديدة فراري 12 FTDF المحدودة الإنتاج، التي دفع ثمنها 460,000 دولار أمريكي. وتأتي فراري F12 TDF بمحرك سعة 6.3 لتر مؤلف من 12 أسطوانة بقوة تصل إلى 780 حصان وعزم دوران يصل إلى 705 نيوتن متر. ويبلغ تسارع هذه السيارة من 0 إلى 100 2.9 ثواني. وأخيرا وليس آخرا، رويز رويس فانتوم ورويز رويس كوست. كريستيانو رونالدو ليس غريبا على جذب الانتباه، ولم يفشل في ذلك بامتلاكه لسيارتي رويز رويس التي دائما كانت الخيار الأول لكثير من أغنى الأشخاص في العالم وأكثرهم نفوذا. ويبلغ سعر سيارة رويز رويس فانتوم 2,250,000 درهم إماراتي. أما بالنسبة لرويز رويس كوست فيبلغ سعرها 1,550,000 درهم إماراتي. والآن قد تستغربون امتلاك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لكل هذه السيارات الفارهة والفخمة، ولكنه هو واحد من أكثر الأسماء التسويقية في عالم الرياضة، وهذا ما جعله سفيرا لعديد من أكبر العلامات التجارية حول العالم مثل ساكوري ونايك وغيرها الكثير. ويمتلك علامته التجارية الخاصة به CR7 والتي ترمز حروفها إلى اسمه، ورقم 7 وهو رقمه المفضل، وتقدر ثروته ب 375 مليون دولار أمريكي. وها نحن قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناة يلا موتور لتكونوا على اطلاع على آخر الأخبار.